مايانغ زوجك وانتي مسؤوليتنا هلأ. رح تحصلي على كل شي بدك ياه، أنا بوعدك. عم توعد بهالشي كأخو لمايانغ أو كرجل عنده نفوذ؟ أنا ما بدي لا مصاري ولا حتى ملكية كمان. كل يلي بدي إياه إني أكون جزء من هاي العيلة، من عائلة زوجي. بس بنتي، أنتي جزء من عيلتنا صحيح؟ لكن ليش طلعتوني من هذا البيت إذا أنا منكم؟ خالتي، أنا صادفت كتير بنات برايبور، من هدول يلي راحوا لعند أهليهم، بس هنن ما رجعوا أبداً، وبيت حماهن خلص نسيوهن فوراً. بنتي أنت شو عم تقولي؟ احكي. نحن ما قصدنا شيء، ونيتنا ما كانت سيئة أبداً. نحن بس كان بدنا إياك تقضي شوية وقت مع عيلتك وخلص. مينا، أنت رح تجي تعيشي معنا بقصر فياس بشكل دائم. لا ناري، أنا ما رح أجي معكم. الروحة على قصر فياس مو حل لهي المشكلة. على مين بدي أعتمد؟ مين يلي رح يعتني فيني؟ مين؟ المرأة بدون زوجة وجودها ما نو مهم بهالحياة. أنتي بتعرفي هذا الشيء أكتر مني يا خالتي. بكفي. بفهم عليك إنه حياتك مو سهلة، ومقدر إنك بحاجة لضمان وإنك بحاجة لدعم، ورح تحصلي على هذا الضمان والدعم، وأنا عم وعدك بهالشي كأخوه الكبير لمايانغ. ابني بتمنى تفكر بهالأمور قبل ما تاخد هيك وعد. راهول، انت ونينا عم تمرقوا بنفس الأوضاع والظروف، وكمان انت تعرضت للخداع. بظن انه كل الزوجات مثل بعضهم. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.